تأثر واضح لشعب بأكمله من موجة الإرهاب. وسط إجراءات أمنية مشددة، تجمع آلاف الأشخاص في العاصمة التركية أنقرة لتكريم ضحايا اعتداءات السبت الذي أودى بحياة حوالي 100 شخص، محملين الحكومة مسؤوليته. وملأ المتظاهرون ساحة سيهي وسط أنقرة على مقربة من موقع الاعتداء خارج محطة القطار الرئيسية في المدينة. المتظاهرون أطلقوا هتافات مناهضة للحكومة وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان. لقد بكيت حقا عند مشاهدة الأخبار. الأمر محزن للغاية. لا توجد هناك إنسانية بل وحشية فقط. لا يوجد فرق بين ما يحدث في العراق أو في سوريا. الأمور أصبحت تتشابه. سوريا diyoruz, Irak diyoruz. Bizim Irak ve Suriye'den bir farkımız yok. Aynısı olduk yani. شعبنا وأمتنا لا يستحقون محدا. ينبغي أن لا نسمح لهم بتقويض السلام ولا بتقويض وحدتنا. علينا أن نبقى متضامنين وخاصة في هذه الأوقات. Daha çok bir araya gelmemiz lazım. كان من الممكن أن أقتل أو يقتل أي شخص آخر في عائلتي. على الناس قول ما يرغبون بقوله دون إراقة دماء. Daha farklı yollarla ifade edebilirler. التفجيران يعتبران الأكثر دموية في تاريخ تركيا، واستهدفا تجمعا للسلام في أنقرة دعت إليه المعارضة الموالية للأكراد قبل 3 أسابيع من التشريعيات المبكرة.